الالتزام بوقف إطلاق النار، في حين أكدت الولايات المتحدة دعم استئناف التحول الديمقراطي في البلاد. 61 عضوا في البرلمان الليبي أعربوا عن استنكارهم لما وصفوه بتجاوز لجنة 6+6 المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة مهامها، وذلك بعد أعلان اللجنة التوافق على قانون انتخاب رئيس للدولة وأعضاء مجلس النواب. وزير الداخلية السنغالي أنتوان ديومي قال أنه تم اعتقال نحو 500 شخص منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت الخميس الماضي إثر حكم السلطات بالسجن سنتين على القيادي المعارض عثمان سونكو. الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يكشف مقتل ما لا يقل عن 54 جنديا أوغنديا في هجوم استهدف في 26 من أيار مايو المنصرم قاعدة للبعث الانتقالي للاتحاد الإفريقي في الصومال. تعددت الهدن التي تمت بوساطة سعودية أمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار لتهدئة الأوضاع في السودان، ولكن جميعها باءت بالفشل بسبب عدم التزام الجيش وقوات الدعم السريع ببنود تلك الهدن. وبعد تعليق مفاوضات جدة، جدد طرف الوساطة الرياض وواشنطن دعوتهما للطرفين للعودة إلى طاولة التفاوض والحوار من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد وإيقاف العمليات العسكرية المستمرة منذ منتصف نيسان أبريل الماضي. فما الجديد في الاتفاق المحتمل وما هو فرص صموده؟ بعد فشل جميع الهدن السابقة التي تمت بوساطة سعودية أمريكية وعودة الاشتباكات والصراعات إلى مختلف المناطق في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين لم يلتزما بوقف إطلاق النار، دعت كل من الرياض وواشنطن لاتفاق جديد بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية المستمرة، في وقت أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل دعم مطلب الشعب السوداني بوجود حكومة مدنية واستئناف التحول الديمقراطي في البلاد. الخارجية السعودية قالت في بيان إن الرياض وواشنطن حرصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض والتي تركزت على سبيل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جديدة. البيان أضاف أن السعودية والولايات المتحدة على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية وعلى الطرفين تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين. وأشار البيان إلى أن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في مدينة جدة رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار. ميدانيا، أفادت مصادر محلية بتجدد الاشتباكات بين الطرفين شمالي إقليم دارفور، مؤكدة سماع عدوي انفجارات متتالية وأصوات إطلاق قذائف من أسلحة ثقيلة، بالإضافة لانتشار قناصة في مدينة الجنينة وسط أنباء عن نية جماعات مسلحة السيطرة على المدينة الواقعة غرب دارفور. المصادر أشارت إلى مقتل 25 شخصا في دارفور جراء الاشتباكات، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى وفاة شخصين إلى 3 أشخاص يوميا في مدينة الجنينة جراء انهيار القطاع الصحي والأوضاع الإنسانية الصعبة هناك. وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر السوداني إن القتال المستمر بالسودان خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور أرغم المتطوعين على دفن 180 قتيلا انتشلت جثثهم من مناطق القتال دون التعرف على هوياتهم. وعلى الصعيد السياسي، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل دعم مطلب الشعب السوداني بوجود حكومة مدنية واستئناف التحول الديمقراطي، مضيفة أن الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع يهدد بنشوب صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق. وشددت السفارة الأمريكية بالسودان في بيان على أن واشنطن تحمل الأطراف المتحاربة في البلاد مسؤولية العنف وتجاهل إرادة الشعب، وأن استمرار الصراع يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. سلم سلم يا برهان، دعام حماية السودان. سلم سلم يا برهان، دعام حماية السودان.
أرحب بضيوفي من القاهرة رامي زهدي خبير في الشؤون الإفريقية، وأيضا أرحب من أوغندا بالنورين النور أحمد أمين الإعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، وأيضا من جوبا أرحب بحذيفة محي الدين البلول نائب رئيس جبهة كفاح السودانية، وأيضا أرحب من كندا بعبد العظيم عبد المطلب خالد رئيس تجمع الكفاءات السودانية بالخارج. أهلا بكم جميعكم ضيوفي، أتشرف بكم دوما إلى برنامج قضايا أفريقية. سيد رامي أبدأ معك، يعني مفاوضات جدة تعثرت وعلقت لتعود كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أمس بدعوة كل من حماتي والبرهان لاستئناف المفاوضات. طيب ما الجديد في هذه المفاوضات برأيك؟ الحقيقه انا بفترض بان احنا دلوقتي بندخل المرحله شديده الصعوبه في هذا الصراع، هي مرحله الحلقات المفرغه. تقريبا ندور جميعا في نفس الحلقات. محاوله الهدنه السعوديه الامريكيه او غيرها من محاولات لا تفضي الى شيء. يعني الجميع يبدي التزاما شفهيا او مبدئيا بالهدن ولكن لا تكتمل، ويحدث اختراقا دائما، اختراق بشكل ما بطريقة ما من أحد الأطراف أو من الطرفين، وبالتالي لم تنجح أي من الهدنات حتى الآن في يعني هدفها الرئيسي، وهي ممرات إنسانية لحماية حركة المدنيين أو تسهيل جزء من حياتهم. بل كانت الهدنات وللأسف في المقابل فرصة لكل من الطرفين للاستعداد لإعادة المعركة. على الجانب الإنساني الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا، وربما على الجانب الدعم الخارجي بعض الأطراف الخارجية والمؤسسات الدولية والدول الصديقة تحاول أن تقدم مساعدات للشعب السوداني، ولكن لن تستطيع هذه المساعدات الصمود أمام طول أمد الوضع الإنساني الصعب. وبالتالي المرحلة الآن مرحلة شديدة الخطورة، لا يبدو فيها بريقا من الأمل، لأن جميع الأطراف تتمسك بالقتال حتى النفس الأخير. ربما ننتظر انهاك نهائي أو يعني تلاشي نهائي لأحدى القوتين حتى نصل إلى مرحلة حد. طيب سيد النورين، وأنت كيف ترى هذا الاتفاق الجديد الذي ربما يتم التوصل إليه؟ ما هي آليته وكيف سيكون شكله؟ وهل هناك ضمانات للالتزام به من قبل حماتي والبرهان؟ السلام عليكم ورحمة الله، التحية عبرك لزملائك الكرام وضيوفك وكل المستمعين. سيدتي الكريمة، لقراءة هل هذا الاتفاق سيمضي إلى الأمام أم سيكون اتفاق جزئي في حدود وقف إطلاق النار وتقليل حدة الحرب جزئيا، الناظر للمشكلة السودانية يجب أن يصطحب معه خلفية المشكل والأساس الذي ينطلق الذي أوصلنا لهذا الحد. أي اتفاق في شكل الدولة السودانية ما لم يتناول كل المشاكل الأساسية فسوف لن يكون اتفاق، وإن نجح سياسيا أو عسكريا فسيكون اتفاق هش وقابل للانهيار. المشكلة السودانية متجذر، وهذا ما هذا موقف حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة الدكتور منصور أرباب يونس في جوبا، حيث أشرنا إلى أي اتفاق جزئي سيعمق ويؤدي لانهيار أكبر. بالنسبة لمسألة الهدنة ووقفها، صعب جدا التكهن بأن تكون الهدنة كاملة لكثير من الأسباب. قد لا نجد التزام من الطرفين، وهناك الكثير من الميليشيات والمافيات والعصابات التي رآها الشعب السوداني منذ 2013 وحتى 2019. هذه موجودة في الساحة وأكيد لها دور سواء كانت مع أو ضد طرف من الأطراف. لكن المهم في الأمر أن الهدنة قد تأخذ شكل من تقليل الحدة وتقليل الإصابات. نسأل الله تعالى أن يجنب البلاد الانزلاق الأكثر، لأننا نحن الآن في حافة الهاوية. الشاهد في الأمر المجتمع الدولي وكل الدول التي تهتم بمصلحة السودان للأسف تنظر للمشكلة كأنها مشكلة عرضية، صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي خرجت من رحم هذا الجيش السوداني الذي ظل يخرج دائما قوات تدافع النيابة عنه وتقاتل النيابة عنه وتحسم التمرد كما حدث في تاريخ الدولة الطويل. فالأزمة أعمق من ذلك، والأزمة في مؤسسات الدولة. نحن كسودانيين لم نؤسس دولة ولم نؤسس جيش، بل عبارة عن مؤسسات وهمتها فقط قمع المواطنين وقمع الثورات الداخلية ليتمكن المركز من القبضة بحديد. المهم في الأمر أن الصراع الآن اكتمل الحلقة أو القبضة حول رقبة الدولة المركزية الخرطوم. هل هذه ستتنازل
وتؤسس لحوار سوداني كل ياتي في مطالب ونؤسس دولة أم يتعمق الحوار. الآن الصراع في بداية موجة الحرب الأهلية، هذا وعلنا ويبدو واضحا للجميع. المسألة مزيد من التنازلات، مزيد من الوطنية للخروج من هذه الأزمة. طيب سيد النورين، دعنا نأخذ رأي السيد حذيفة أيضا بهذا الموضوع. يعني سيد حذيفة، برأيك هل هذه الهدنة أو الاتفاق الجديد سيلحق بسابقاتها من الهدن التي باءت بالفشل، أم ستكون هناك آلية جديدة فعلية يمكن لطرفي الوساطة السعودية وأمريكا الضغط عليها على الطرفين للتوصل إلى حل حقيقي؟ طيب، في البداية التحية لك والتحية لضيوفك الكرام. أنا أعتقد أن الدعوات الوساطة السعودية الأمريكية لتجديد التفاوض مرة أخرى، ولكن أعتقد أن أي تفاوض لا توجد فيه آليات واضحة والتزام واضح من الأطراف لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، يكون حيكون بس تضيع للزمن وللوقت. نحن في جولات متكررة وفي هدن متكررة لم يكن هنالك التزام واضح من الأطراف، وليس هنالك آليات حقيقية على الأرض لمراقبة ما يتم الاتفاق عليه. أنا أفتكر أنه نحن بحاجة لآليات حقيقية فاعلة على الأرض تراقب وتحدد الجهات التي تخترق هذه تقوم بخروقات في ما يتم الاتفاق عليه. المسألة الأساسية أنا بالنسبة لي أنا أفتكر أنه نحن محتاجين لرافعة جديدة. يعني أنا أفتكر أنه استمرار التفاوض بالرعاية الأمريكية السعودية لوحدها أنا أفتكر أنه ما حيكون عندها جدوى كبيرة جداً. سبق وتحدثنا عن أن هنالك مبادرة واضحة المعالم من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وقد يعني طرحت واتقدمت عدد من البنود الخاصة بهذه المبادرة. أنا أفتكر أن الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد عندهم المقدرة أنه يعني يعملوا اختراق كبير جدا في الأزمة الحالية وينجحوا في مساعي الوساطة، وتكون عندهم آليات ممكن الاتحاد الأفريقي يساهم بآليات على الأرض تراقب ما يتم الاتفاق عليه. أنا أفتكر أنه منظمة الإيجاد عندها شركاء إقليميين وشركاء دوليين، يعني ممكن تكون هذه القوة الآن التي ترعى التفاوض في جدة تبقى جزء من الـ الآلية بتاعت منظمة الإيجاد، وبتكون أوسع وأشمل. وهذا الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد عندهم تجارب سابقة في السودان في اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان في 2005. هم المبادرة الأساسية كانت مبادرة الإيجاد، وهي اللي حققت السلام في السلام في 2005 بين الشمال والجنوب، وكذلك لها تجارب سابقة ما بعد سقوط النظام البائد، وكانوا هم الوسطاء في بين العسكر وبين المدنيين. طيب سيد، وتم توقيع الوثيقة الدستورية. أنا أفتكر أنه الاتحاد الأفريقي يعني نحتاج لرافع، لا نريد التجريب المجرب. نحن جربنا المبادرة في بداياتها وفشلت مساعيها في الوصول لتهدية، بل بالعكس ازداد الوضع سوءا وازداد العنف. فنحن محتاجين لرافعة جديدة تنتقل بالبلاد من هذه المرحلة. طيب دعنا هنا أنتقل إلى سيد عبد العظيم. سيد عبد العظيم، يعني الوسيطان السعودية وأمريكا نجحا إلى حد ما في جمع المفاوضين على طاولة الحوار، لكنهم لم ينجحوا إلى الآن في جعلهم يتوصلون إلى وقف إطلاق نار حقيقي. هل الطرفين، أنا أقصد هنا حميتي والبرهان، يستخفان بالجهود الأمريكية السعودية؟ لك التحية والإعزاز، تحية لقناة اليوم، تحية لضيوفك الكرام. نحن عندنا قراءة مختلفة تماما
عن الوضع الراهن في السودان. بالنسبه للمجرمين نسميهم البرهان مجرم حرب وحميتي مجرم حرب، وهم الاثنين مع بعض. الهدنه السعوديه دي كلام ما تقضي السودان بشيء، لان الشعب السوداني عنده مطالب واضحه ومحدده، وان احنا قاعدين ننسى انه حميتي ده كان بيحارب للسعوديه وبيحارب لليمن بجنوده، فيبقى الدول بتاعت المحاور وامريكا عندها وجود حميتي في المنطقه دي مهم جدا جدا، لانه بقوه ممكن تكون مضاهيه ليستخدموها ضد ايران وما شابه ذلك. لكن ماذا يريد الشعب السوداني؟ ماذا يريد الشعب السوداني؟ الشعب السوداني مطالبه واضحه، مطالبه ثوره سلميه، مطالبنا واضحه محدده تحت المسافه الثوري تاسيس الشعب اللي هي الاليه اللي تحل كل وتعالج كل المشاكل الموجوده الان. من ضمنها ان على قواتنا المسلحه المسلوبه اغاله المجرم بتاع الحرب ومجلسه العسكري وتكوين اعاده هيئه الاركان واستلام زمام الامور ودحر ميليشيات الدعم السريع دحرا كاملا. وبعد ده كل فتره 6 شهور حكومه الطوارئ تتكون حكومه الطوارئ. اما الهدنه التي نتحدث عنها لن تكون هنالك هدنه حقيقيه، العالم يتفرج من المشكله السودانيه، ما شفنا اي مساعدات انسانيه لا من امريكا لا من بريطانيا لا من دول الترويكيه لا من السعوديه لا من، ما شفنا اي مساعدات انسانيه، الحاله الموجوده في السودان مزدريه لابعد الحدود، ما لقينا السودانيين موجودين على المعابر على حلفة وعلى أسوان وعلى تشاد وعلى أريتريا وعلى أثيوبيا، حالة مزدرية، حالة من القهر، حالة من الموت، حالة من الحزن، العالم يتفرج منا نموت وأمنا يموت في السودان. فحلولنا البسيطة وأمننا الوحيد لحل هذه المشكلة السودانية إنه من شرفاء القوات المسلحة يقوموا بإزالة المجلس العسكري اللي كلهم مجرمين حرب اللي هم القيادة العامة في 29 رمضان، وكان ذكرى القيادة العامة قبل يومين 3/6 نطرحهم على شهدائنا الكرام، هم نفسهم الدعم السريع. فنحن كيف، هل نحن هنقعد في مفاوضات لهدنة؟ هل هنقعد في مفاوضات لحلول سياسية مع البرهان؟ هل يعود البرهان والحميدي كسياسيين يحكمون السودان؟ أبدا، هذا لن يحصل، والشعب السوداني لا يريد ذلك. البرهان مجرم حرب، حميدي مجرم حرب، مطلوبين ورافعين في الضد في اي سي سي لفض الاعتصام وما بعد الاعتصام والقتل الحاصل في السودان. فهؤلاء مجرمين بل واضح، سواء كان المجلس العسكري سواء كان البرهان هم مجرمين حرب لمصالحهم الشخصيه ومصالحهم الذاتيه، والشعب السوداني هو اللي يدفع الثمن. فالمطالبه هنا للحل الحقيقي الحل الصحيح لهذه البلد عشان تبني دوله من الحطام تاسسها الشعب بناء على انه شرفاء القوات المسلحه يقومون باعاده هيئه القانون وهيئه الاركان ويزيلوا المجلس العسكري ازاله تامه، وبعدين يدحروا هذه الميليشيه التي حولت الحرب من دارفور الى الخرطوم وسوف تستمر. نعم. كذلك طيب سنعود الى هذه النقطه. نعم نعم سيد عبد العظيم، ولكن دعني هنا اسال سيد رامي زهدي. سيد رامي، يعني جميع الهدن التي تم التوصل اليها لم تكن هناك جديه من قبل طرفي الصراع في السودان للالتزام بها، طيب هل تعتقد بأن الطرفين هل يعني يحاولان جر الوسطاء السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع مطالب طرف على حساب الآخر؟ أفترض بأن محاولة الهدنة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية كانت جادة، أو كما يبدو أنها كانت جادة من طرفهم، لكن في المقابل الأطراف السودانية تعاملت مع هذه الهدنات بشكل سياسي أو إرضاء أو محاولة اكتساب لجزء من الشارع. هم يريدون أن يثبتوا بأنهم لم يرفضوا أي هدنات، وبالتالي أي هدنة تعرض عليهم أو أي أمر يعرض عليهم هم يبدون موافقة مبدئية من حيث المبدأ، لكن من حيث التنفيذ هم فقط من يملكون آليات الالتزام بتطبيق هذه الهدنات أو لا. وكما تفضل الزملاء وأنا أتفق معهم جميعا بأن هذه المفاوضات لم تبنى على إطار، يعني هي بدت أنها خارج الموضوع، لم تبنى على إطار واقعي على الأرض، لم تبحث في جذور المشكلة، لم تتحدث عن تفاصيل عميقة داخل الأزمة السودانية، وبالتالي لن يكتب لها النجاح. وأفترض بأن لو دخلت أطراف أخرى بهدنات أخرى سيوافق الطرفان أيضا على هذه الهدنات، ولكن التنفيذ الفعلي على الأرض هم يملكون فقط الأدوات. طيب سيد النورين، يعني ضيفي من جوبا سيد حذيفة قال بأن تدخل الأمريكي السعودي في الشأن السوداني غير كاف. طيب برأيك هل تتفق مع هذا؟ هل يجب أن يكون هناك تدخل عربي ودولي أكبر للضغط على طرفي الصراع في السودان؟ شكرا على هذا السؤال، بس في البدء دعيني أعلق على جزئية ذكرها الآن. تفضل. السيد عبد العظيم ذكر أن الشعب السوداني متجه أو محدد رؤية معينة نحو الثورة السودانية، وهذا الكلام الواقع يقول غير ذلك. الشعب السوداني منقسم في مطالبه، منقسم في رؤيته للثورة، ومنقسم نحو التعامل مع مؤسسات الدولة سواء كانت جيش أو غيره.
إن محاولة تحميل البرهان في شخصه أو الصراع في السودان هذا يعني لا يحل المشكلة السودانية. هذه المؤسسة العسكرية التي ظلت رافعة للأحزاب والتي ظلت ترتكب جرائم عبر التاريخ في جنوب السودان وفي كردفان وفي شرق السودان وفي دارفور هي عبارة عن أيديولوجية عسكرية مهمتها فقط قمع السكان في داخل السودان. حميتي ما هو إلا ظاهرة من مظاهر ظاهرة من مظاهر العسكري الذي شرعنته هذه القوات قبله كوسيلان قبله علي كوشيب قبله جيش المراحيل قبله القوات الصديقة. فنحن بحاجة لتأسيس جيش. ما يقوله الأخ هذا يوجه عن وجهة نظر من جانبه هو سواء كانت وجهة نظر حزبية أو إقليمية أو مناطقية، لكن الكثير من الشعب السوداني لم يتبنوا فكرة أن هيئة الأركان تستلم أو كده، بل يرون تأسيس دولة ذات مؤسسات صلبة. إن الاختصار المشكلة السوداني في شخصيات أو في رمزية البرهان أو هيئة الأركان هذا يعتبر خطأ كبير جدا، وهنالك انقسام مجتمعي كبير. وهذا الجيش السوداني قد جنوب السودان وكردفان وجبال النوبة، وما يحدث الآن في الخرطوم ما هو إلا سيناريو حدث في جبال النوبة في كردفان عندما كنا نقاتل الجيش لم يكن حميتي في الصورة أو لم يكن الدعم السريع في الصورة. هذه وحدة سيدتي الكريمة. النظر دعيني أعود لسؤالك المهم. النظر لوساطة أي وساطة ما لم تكن هذه الوساطة مدعومة بإرادة وطنية قوية لحل المشكل فلن تنجح. الوسطاء دائما في كل حل دائما يعلون مصالحهم وعلاقاتهم ومصالحهم الاستراتيجية. مثلا مصر الآن تدعم الجيش بناء على السودان عمق استراتيجي ومصالح مشتركة وتاريخيا، يعني نستعيد الذاكرة بحسني مبارك الجزيرة أبا قصفها بالطيران في جريمة حرب عندما رأى هناك تمدد من مجموعات عرقية معينة كادت أن تسيطر على الخرطوم كما هو المشهد اليوم. نحن السودانيين يجب التعويل على المجتمع الدولي والتعويل على الآخرون. أفتكر هذا يعني يعتبر نموذج من العبط ونموذج من السذاجة. بالنسبة للاجئين نحن عندنا معسكرات في غرب دارفور في حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة القير موقع على جوبا. الوضع العالمي الآن يعني مخزي جدا في أوكرانيا وفي غيره وفي غير. كل هذا ينعكس في الإنسان العالمي. الجنينة ظلت تنزف منذ 2019 وتتشرد وظلت تتعرض لقتل وإبادة وتشريد من قبل الجيش والدعم السريع سيان كانوا يمارسون ما يمارسونه في الخرطوم. فلم نجد هذا التعاطف ولم نجد أي موضوع ولا كذا. سيدتي الكريمة نحن الآن في مرحلة انهيار الدولة. هذا الكلام تحدثنا به عبر هذه القناة الكريمة في 2018 و19 و20. نحن كسودانيين نجلس بلا أيديولوجية حزبية بلا شيء، لكن للأسف كل واحد يحاول يدخل أيديولوجيته ويتبنى الرأي السوداني. لا يوجد رأي سوداني موحد نهائي. كل مواطن له أسبابه له مطالبه التي تخصه هو. حيث هناك الجيش السوداني الآن ملاحظ لشكل الجيش السوداني. الجيش السوداني ظل يحارب الإثنيات التي كانت ترفضه بالجنود كجبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق. نعم حقيقة يعني الوضع في السودان صعب للغاية. لكن سيد نورين دعني هنا أسأل سيد حذيفة. سيد حذيفة يعني كانت هناك عقوبات أمريكية على شركات وكيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع. طيب برأيك هل من الممكن أن تغير هذه العقوبات شيء من مجرى الأحداث في السودان أن يكون لها تأثير؟ طيب أنا أعتقد أن الحديث عن العقوبات الأخيرة التي تم فرضها على الشركات الدعم السريع والجيش لا أعتقد أنها ستغير في مجرى ما يجري الآن على الأرض بشيء. ولا أعتقد أنه يعني العقوبات دائما الأمريكية يعني العسكر يعني عنده تجارب كبيرة جدا مع هذه العقوبات وليس لها تأثير كبير جدا على المجرى الأحداث التي على الأرض. أنا أعتقد أنه أمريكا الولايات المتحدة لم تعد عندها المقدرة كما في السابق فرض نفوذها أو يعني ضغوطاتها بشكل كبير جدا على الوضع في السودان. الوضع السوداني الآن يعني مختلف والسودان يعني عنده ظروف مختلفة جدا وهو الآن في موقع استراتيجي وهو الاستقرار بالنسبة يعني الاستقرار في السودان هو مطلب الآن
لكل العالم، للمجتمع الدولي والاجتماع الإقليمي، لأن التأثيرات وعدم الاستقرار سيؤثر على المنطقة ويؤثر على مصالح هذه الدول الكبرى. لذلك ليس لها اليد العليا حتى يعني تتقدم بأي ضغوطات يعني مباشرة يعني تأثر في الوضع الراهن. أنا أعتقد أنه الوضع الآن يحتاج لجهود أخرى. أنا أفتكر أنه ما يتم الآن في جدة، أنا لا أعتقد أنه سيوصل لسلام أو سوف يساهم بشكل أو ما في حل الأزمة الحالية. أنا أعتقد أنه واحد من الإشكاليات الكبيرة في هذه الأزمة أنه المبادرة السعودية الأمريكية في سابق الأحداث في السودان لعبت دور سالب في الوصول للأطراف، أنه الأطراف تصل لهذا الوضع، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر الآلية الرباعية التي كانت ترعى العملية السياسية في السودان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا، لعبت دور كبير جدا في وصول الأوضاع في السودان إلى هذه المرحلة. انحازوا لمجموعة صغيرة جدا على حساب غالبية أهل السودان. وكذلك يعني أنا أفتكر أنه يعني الدخول الدعم السريع في هذه الحرب لم يكن أيضا اعتباطا، وإنما إذا لم يجد الضوء الأخضر من أي جهة فاعلة لما دخل في هذه الحرب. أنا أعتقد أنه الواحد من مشاكل المبادرة الأمريكية السعودية أنها لا تقف على الحياد، لذلك لن تصل إلى أي حلول أو تصل لأي سلام. طيب سيد حذيفة، دعني أنقل هذه النقاط. هذه المبادرة سوف تعمق المشهد، سوف تقود البلاد إلى كارثة حقيقية. الآن اتسعت رقعة الصراعات في عدد كبير من مناطق من ولايات السودان. الآن الجنينة تعاني في أكثر من 10 يوم في انقطاع تام للخدمات والاتصالات والإعلام، وتعيش كارثة إنسانية كبيرة جدا. الآن كذلك مدينة زالينجي دارفور الآن تقلي يوميا أعداد كبيرة جدا من الضحايا في 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 وسط تعتم إعلامي كبير جدا. طيب سيد حذيفة، دعني أنقل النقاط التي ذكرتها وأشرت إليها. يقود البلاد إلى كارثة. نعم، لو سمحت لي دعني أنقل النقاط التي ذكرتها، وهي نقاط مهمة يعني لنأخذ رأي السيد عبد العظيم. سيد عبد العظيم، يعني سيد حذيفة ذكر بأن أمريكا لم تعد لديها نفوذ لفرض نفوذها في السودان، وأيضا للتأثير على الوضع هناك. طيب، وأيضا قال بأن الأطراف السودان، أطراف الصراع تتلقى الضوء الأخضر من جهات فاعلة. هل تتفق مع ما قاله السيد حذيفة؟ حقيقة أنا أتفق جدا مع كلام الأستاذ أوضح حاجة بسيطة. كيف تحولت هذه الدولة السودانية لهذه النقطة؟ الدولة السودانية هذه تحولت بالثورة السلمية، والثورة السلمية بدل لجان المقاومة الآن مهمشة. وأنا لما نتحدث عن المسافة الثوري والتحويل الديباجات المقدمة للعساكر والمقدمة للأحزاب السياسية تحت المسافة الثوري تأسيس الشعب اللي هو بيمثل 18 ولاية اللي هو مثل القالبية العظمى من هنا اللي هم وصلوا الثورة دي. هؤلاء الشباب هي الثورة دي صنعوها، وباقي كل الحركات المسلحة وباقي كل الناس هم المتسلقين، والأحزاب السياسية هم المتسلقين. ونعم أنا أتفق تماما مع الأستاذ حذيفة عن اللي بيحصل في دايفور وانتشار الصراع، بأنه أمريكا عندها مصالح محددة عايزة، السعودية عندها مصالح محددة عايزة، ودي حقيقة نحن عارفينها. والدول المحاور عندهم مصالحهم الخاصة في استمرارية الحرب، وزي ما بيقولوا زي ما ذكر بعض الاخوه انه الاليه الرباعيه والاليه الرباعيه استلعت شنو جنوب السودان في النهايه، فصلت السودان في 2011، فصلت جنوب السودان. الاليه الثلاثيه شهدت على تحول السلمي في 2019 في ابريل 11 ابريل، وفي النهايه عندما البرهان انقلب على هذه الثوره وقفت. الاتحاد الافريقي، اين وجود الاتحاد الافريقي الان؟ اين وجود الدول العربيه الان؟ اين وجود الاليه الرباعيه الان؟ ما زلنا البرهان ده في 11 ابريل
الوثيقه المعروفه دي، الوثيقه التعذيب المعروفه دي، شهدوا عليها كلهم تحول ديمقراطي، تسلقت الاحزاب السياسيه، تسلحت ناس المصالح، تسلحت الحركات، تسلقت الحركات المسلحه، ووصلوا الى مقاعد السلطه والثروه، وفي النهايه حصل شنو؟ البرهان انقلب عليهم، بيلعب بيده وبيلعب بيده. اين هذه الاليات؟ اين هذه الشهادات الدوليه؟ اين هذا العالم والشعب السوداني على قصر؟ ونحن لما نتحدث بنتحدث عن القياده الحقيقيه الممثله في اللي قالت هذه الثروه الدينيه اللي تتعلق بالاحزاب السياسيه والاحزاب المسلحه ودعموا البرهان. الاحزاب السياسيه وصلت حميتي الى المناصب السياسيه ووصلته ودخلته في قمعه السلطه السياسيه، وبعد ذلك بدا ينهب ويسرق في الذهب وما شابه ذلك. من اين جاب البروج حميتي؟ هي من داخل الشعب السوداني، من داخل مناقب الذهب اللي البشير الثالث في 2017 ينقب الذهب عشان يدفع جنوده، عشان يدفع مرتبات جنوده، فاستفادت منها الامارات، استفادت منها روسيا، فاغنر قاعده في روسيا، المؤسسات الدوليه دي كلها موجوده بتستفيد من السودان، ومن مهمتها الاساسيه انها تفرتك السودان لدويلات حتى انها تقدر تستفيد هي الاستفاده، زي ما حصل في جنوب السودان. وجنوب السودان ما زال الان يعاني اكعب من الاول اذا كان ساكن في الدوله الواحده. فيبقى الاليه الامريكيه، الاليه السعوديه، الولايات المتحده، هيئه الامم المتحده ما عندهم الحل. الحل بيطلع من سوداني سوداني، يطلع من داخل الليان على الشعب السوداني. الناس تلتفت حقيقه من قاد هذه الثوره. سيد عبد العظيم، يعني انت تقول بانه المصالح الدوليه هي التي تتحكم بالحرب الدائره في السودان. سيد عبد العظيم، ايوه نعم نعم نعم، انت قلت يعني نعم هي لا لا الاساسي الامارات اساسي في دعم حميتي، الولايات المتحده عندها اقتراح خفي مع روسيا، وفاغنر موجوده في السودان، يعني فاغنر موجوده في السودان، هذا بشكل خطر على المصالح الامريكيه. روسيا فامريكا تدعم بشكليه محدده، السعوديه تدعم بشكليه محدده لانه بيستفيدوا من جهود حميتي، لانه هسه ايران لو قامت في مشكله نقدر نكون في مشكله، فوجود حميتي في المنطقه بالنسبه لدول المحاور دي مرحله اساسيه. عشان كده نحن هي ماليزيا طلعت من رحمه الجيش المتمرده، يعني نحن المساله ما بين الجيش والبرهان. طيب سيد عبد العظيم، نعم دانيا بس نعم. نقطه يا استاذ، المشكله ما بين الجيش، المشكله ما بين الجيش والميليشيا المتمرده. طيب سيد عبد العظيم، دعني انتقل الى السيد رامي زهدي لاكون عادله في توزيع وقت هذه الحلقه. سيد رامي، يعني عندما علقت مفاوضات جده كان من الطبيعي ان يعود وفدي التفاوض او يغادر المكان، ولكن السعوديه اكدت بانهم ما زالوا موجودين هناك. طيب هل تعتقد بان بقائهم كان بطلب من السعوديه ام هناك رغبه حقيقيه لدى الطرفين للدخول في مفاوضات جديده؟ كان امر ملفت بالنظر عن جانب تفضلتي، اذا كانت المفاوضات قد فشلت او لم تصل الى مبتغاها، لماذا الوفدان ما زال في جده الى الان؟ افترض بان الامر ما هو الا استمرار المحاولات السعوديه الامريكيه في وقت يتماشى الطرفان السودانيان مع الامور دون فعليه. من الامور اللافته ايضا بان هذه المفاوضات لم تراعي مكونات السودان الأخرى. السودان ليست فقط طرفي الصراع، لأن الصراع الآن كبر وتداخلت فيه أطراف أخرى. لم تراعي وجود قوة مدنية تعبر عن الشعب أو قوة مهنية تعبر عن المهنيين المتضررين مما يحدث. لو أن روعي إيجاد كل هذه الأطراف في إدارة هذه المفاوضات أملا في الوصول إلى مفاوضات سياسية تصل إلى إنهاء الصراع ثم محاولة البناء على ما نصل إليه. يعني القوات المسلحة مؤسسة عريقة، قوات الدعم السريع هي قوات جزء من القوات المسلحة، وبالتالي لا نفترض بأن أحدهما يجب أن يقضي على الآخر تماما. نفترض أن نصل إلى نقطة حوار لأن يتم يعني العودة إلى مؤسسات الدولة القوية التي تستطيع أن تحمي مقدرات الدولة السودانية مع إدارة عملية سياسية كاملة، لأن السودان عانت على مدار 4 أعوام قبل هذا الصراع من عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي يشمل قيام السودان كما يجب أن تكون. السودان الآن معطلة عبر 4 أعوام من بعد ثورتهم، من بعد 30 عام من حكم البشير، ثم 4 أعوام معطلين، والآن ندخل في دائرة صراع قد تقضي بنا إلى للأسف وضع أسوأ وقد يستمر عدة سنوات. سيد النورين، يعني في حال قبل طرفان الدخول في هذه المفاوضات، أتعتقد سيكون لديهم مطالب جديدة مختلفة عن المطالب السابقة؟ شكرا سيدتي. كل يوم يتجدد فيه الصراع تختلف الساحة، الوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع العسكري.
لكن التدخلات التي بدت ظاهرة الآن، هذه التدخلات موجودة في السودان منذ 1956. السودان عبارة عن مسرح لكل النفوذ العالمي أو نفوذ دول الجبار، وبالأخص يعني عندما تذهبين شمالا. هذه كلها تؤثر، ونجد أنه اليوم أنا طالعت خبر في جريدة العربي أن البرهان أرسل يستنجد بالحكومة المصرية أو تدخل من الجيش المصري. هذا الشيء أيضا يلقي بظلاله في مفاوضات الجيش أو في بنود الجيش أو الدعم السريع أو غيره. طيب سيد النورين، يعني تذكرت بأن البرهان يستنجد بالحكومة المصرية، تعتقد سيلقى أي قبول من الحكومة المصرية للتدخل؟ أنا نسخة موجودة عندكم كذلك للاطلاع. طيب طبيعة الدولة السودانية، إذا رأينا راجعنا تاريخ الدولة السودانية في الحكومات السابقة، نجد أن الغرار الخارجي للدولة السودانية مختطف بنسبة عالية لخدمة أو مراعاة العلاقة المصرية، دون الوجود يعني دون مراعاة الدول الأخرى ذات الجغرافيا المشتركة أو الجيوسياسية أو الإثنيات المشتركة. استجابة، أنا لا أعرف ما هذا استجابة مصر أو لا، يعتمد على حسابات مصر، حسابات مصر ومصالحها، وشيء طبيعي أن مصر تحسب مصالحها أولا، لأن السودان يعتبر مورد كثير من المواد الخام للمصريين أو للدولة المصرية، فهذا يعتمد على حسابات مصر. وهناك إجراءات الساحة مثلا زي النمو الأثيوبي في المنطقة برضو قد يؤثر، ومصر تعيد حساباتها. النمو الإريتري كلها حسابات، يعني هناك تقاطعات صعبة جدا أن تحدد أنه طيب سيد النورين، دعنا نسأل السيد حذيفة نقطة أخرى. يعني مجلس الأمن سيد حذيفة مدد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى السودان لستة أشهر، طبعا هذا القرار جاء بعد اتهام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فولجر بيريتس بأنه يؤجج النزاع، كيف تفسر هذا التمديد؟ طيب طبعا الآلية أو بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة اليونيت أمس حقيقة في دورها كان في السابق قبل نشوب الحرب دورها سالب جدا، وتعمل خلاف المانديت بتاع أصلا مكلفة به، وهي الوصول لانتقال عمل توافق بين كل مكونات الشعب السوداني للدخول في حكومة مدنية وانتقال ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وتنتقل البلاد إلى تحول ديمقراطي حقيقي. لكن أنا أفتكر أنه المبعوث الأمم المتحدة فولكر لعب دورا سالبا، وعمل برضو مع مجموعة صغيرة جدا من القوى السياسية، وأراد أن يفرض على السودانيين هذه المجموعة، وأراد أن يسلم السلطة لهذه الفئة المحدودة التي ليس لها سند سياسي أو سند جماهيري. وهو ده أنا أفتكر أنه هو أس الأزمة، وهذا الذي قاد في نهاية المطاف إلى هذه الحرب. أنا أعتقد أنه بعثة الأمم المتحدة إذا لم يتم تغيير رئيس البعثة و تحديد المهام المحددة لرئيس البعثة، أنا أعتقد أنه لا يكون لها أي جدوى. صحيح أنا شايف الأمين العام للأمم المتحدة يعني في مسألة تغيير رئيس البعثة اعترض على ذلك، ولكن أنا أعتقد أنه فولكر ما حيكون عنده أي دور ولا حيكون عنده طيب سيد حذيفة، نعم يعني جدوى في المرحلة القادمة، نعم. حتى وإن تمسكت به الأمم المتحدة. طيب سيد عبد العظيم، يعني يبدو أنه مجلس الأمن لم يعطي أي اهتمام لطلب عبد الفتاح البرهان بتغيير فولجر بيريتس. طيب هل تعتقد بأنه البرهان يستطيع منازعة عمل بعثة الأمم المتحدة؟ حقيقة لا، أنا أتفق في نوعا ما الأستاذ حذيفة في نقاط محددة، لأنه فولكر هو طبعا أصلا جاي السودان من 2005-2003 إلى أن غسم السودان في 2011، فهذه نحن عارفينها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حد نفسه مصالحه تتضارب بشكلية محددة على الواقع السياسي السوداني، على الواقع السياسي السوداني. المنظمة وفعلا أنا أتفق بأنه الاتفاق الإيطالي اللي هو ضحى بكل الاتفاقات السياسية وضيق الخناق، وأصبح الاتفاق الإيطالي هو كأنه يعني كأنه هو المشكلة الأساسية، هو الاتفاق الأساسي اللي
اللي حل المشكله السودانيه. فبالتالي محورت النقاشات في النفاق ضيقه، بعد ده استجر الصراع وازاده الصراع ما بين الدعم السريع وقوات الشعب المسلحه، كان سبب اساسي الاحزاب السياسيه اللي هي لا تملك فيها، لا تملك هي السلطه، ولا تملك ثوره شعب، ولا تملك قاعده سياسيه حقيقيه موجوده على الارض، انما حزب المؤتمر السوداني، حزب الامه، الاحزاب السياسيه اللي كانت موقعه على الاتفاق الاطاري هي السبب، لانهم هم دعموا حميتي، هم هو ادوا حميتي المقام والمكان اللي هو تمرد حتى على الراعيه، القوات المسلحه الراعيه بالاساس. اذا فكر ليلى على هذه النقطه، ولا كانوا يعلمون تماما انه سوف يتم الانفجار ما بين حميتي والبرهان، وده من الاساسيات انه الاتفاق الاطاري هو السبب الاساسي اللي قادنا لهذه الحرب، لانه وصل للنقطه النهائيه اما دمج القوات المسلحه او لا، واصبح من هنا التمرد، وكانت الاحزاب السياسيه الليله تدعم في حميتي جزء منها وجزء منها مواقف ملاميه، ولا يهمهم المصلحه السودانيه، لانه كل اللي بهمهم المشاركه في الحكم الانتقالي بغض النظر عن انه هم المفروض يرجعوا لانتخاباتهم ويرتبوا برامجهم السياسيه والاقتصاديه والاداريه عن طريق الاختيار، عايزين عن طريق الانتقال. الان الصراع على فتره انتقاليه، الان الصراع على فتره انتقاليه، وليش الصراع على فتره انتقاليه سواء كان من الاحزاب السياسيه سواء كان من القوات المسلحه؟ ليش مفترض الناس في فتره انتقاليه تعمل فيها مؤسسات الدوله، تكون المؤسسات، ترجع لصناديق الاختراع بس ده من هو الحاكم في تكوين حكومته المدنيه العامه يعني. فالمساله مساله بينه، هنالك مصالح خارجيه تضغط لعدم اتفاق اطاري او لعدم اتفاق سياسي او جهل من الجانب. طيب طيب عفوا منك سيد عبد العظيم، ولكن قبل ان ينتهي وقتي دعني هنا اسال سيد رامي، بالنسبه لدارفور حصرا كيف ستكون الاوضاع الانسانيه مع اعلان حاكم الاقليم بانه هي منكوبه؟ هي ليست دارفور، دارفور الحقيقه مثال من الامثله من ضمن الولايات التي مع الايام القادمه سوف يعني تتساقط تباعا في مزيدا من عمق الازمه الانسانيه. اولا كل الولايات السودانيه تعتمد على الولايه المركزيه اللي هي الخرطوم في التزود بالاطعمه والمشتريات وبكل شيء، والخرطوم الان هي بؤره الصراع، وبالتالي سينعكس الامر على الولايات المجاوره. نتحدث الان عن اعلان دارفور كمنطقه منكوبه، وربما نتحدث بعد ذلك عن مناطق اخرى، لان هذه المناطق وان كانت قريبه من الصراع وليست داخل الصراع لكنها تعاني من انعكاس شديد من تدهور كل الخدمات الاساسيه التي في الاساس لم تكن في وضع جيد، وصولا الى عدم وصول الامدادات الطبيعيه من الغذاء والدواء وحتى المساعدات الانسانيه القدر الذي يصل الى السودان، قيل او وصل الينا بانه ينهب او لا يصل الى مستحقيه. الاوضاع شديده الصعوبه، يوما بعد يوم تزداد اعداد النازحين داخليا داخل السودان، ناهيك عن النازحين خارج السودان. الامر كما اشرنا هو حلقه مفرغه يدفع ضريبتها ويعاني منها الشعب السوداني في المقام الاول، ولا توجد مؤسسات دولة قوية تستطيع الآن الصمود أمام ما يحدث، لأن على مدار أعوام عديدة مضت لم يترك المجال العام لهذه المؤسسات أن تكون قوية أو أن تكون معبرة عن الشعب بالقدر الكافي الذي نجده الآن عندما نحتاجه. من القاهرة كنت معي رامي زهدي خبير في الشؤون الإفريقية، وأيضا من أوغندا كنت معي النورين النور أحمد أمين الأعلام والناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، وأيضا من جوبا كنت معي حذيفة محي الدين البلول نائب رئيس جبهة كفاح السودانية، وأيضا من كندا كنت معي عبد العظيم عبد المطلب خالد رئيس تجمع الكفاءة السودانية بالخارج. شكرا لكم ضيوف الأعزاء جميعكم على هذه المشاركة في برنامج قضايا إفريقية، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. إلى اللقاء.